أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم بأن الجهمية كفروا بمجموع هذه الأمور التي اعتقدوها، فهل نفهم من هذا يا صاحب الفضيلة أنه لا يكفر منهم إلا من اجتمعت فيه هذه الأمور؟ نعم، وما إذا كان فيه بعضها ما يقال جهم، يقال فيه تجهم، فيه شيء من التجهم والجهمية. هي إن كان هذا الذي يقول به يكفره يكفره، ولو كان بعض مثل القول بخلق القرآن هذا كفر. يعني مقالات الجهمية منها ما هو كفر صريح، ومنها ما هو دون ذلك، فليس كل من كان فيه شيء من مذهب الجهمية يكون كافرا، إلا إذا كان هذا الذي عنده يقتضي الكفر إنه يكفر. لكن من اجتمعت فيه مقالات الجهمية هذا لا شك في كفره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.